أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الجزيرة الإنجليزية للأقمار الصناعية 2022. قناة الجزيرة الإنجليزية الفضائية للأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات وهتبيرت وتركيس سات، وهي قناة أخبار تعرض برامجها باللغة الإنجليزية وتبث أهم وأحدث الأخبار العالمية وتغطي جميع دول العالم وتتابع الخبر لحظة بلحظة، وهي خدمة إعلامية عربية الانتماء عالمية التوجه، شعارها الرأي والرأي الآخر، وهي منبر تعددي ينشد الحقيقة ويلتزم المبادئ المهنية في إطار مؤسسي، وتسعى إلى التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق الصوتي لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن والتمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية والتنوع دون تغليب أو لاعتبارات تجارية أو سياسية على المهنة. وتبث القناة أونلاين على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير على عدد من الأقمار الصناعية لتغطي جميع دول العالم، وتسعى قناة الجزيرة لنشر الوعي العام بالقضايا التي تهم الجمهور، فإنها تطمح لأن تكون جسرا بين الشعوب والثقافات ويعزز حق الإنسان في المعرفة وقيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان والسعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في تقاريرها وبرامجها ونشراتها الإخبارية. تردد قناة الجزيرة الإنجليزية 2022. يوجد عدد من الترددات على القمر الصناعي نايل سات سهيل سات هدبت. القمر الصناعي يوجد ترددين على النايل سات وترددين على سهيل سات وتردد على هدبت. تردد قناة الجزيرة 2022، التردد الأول على القمر الصناعي نايل سات، التردد 10.971 للاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 3-4 الجودة ST. إذن التردد الأول على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 10.971 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 3-4 الجودة ST. التردد الثاني على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 12.520 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 2-3 الجودة HD. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 12.520 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 2-3 الجودة HD. التردد على القمر الصناعي سهيل سات، التردد الأول القمر الصناعي سهيل سات، التردد 11.604 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 3-4 الجودة ST. إذن القمر الصناعي سهيل سات، التردد 11.604 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 3-4 الجودة ST. التردد الثاني على سهيل سات، القمر الصناعي سهيل سات، التردد 11.045 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 2-3 الجودة HD. إذن القمر الصناعي سهيل سات، التردد 11.045 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 2-3 الجودة HD. التردد على القمر الصناعي هوتبيرت، القمر الصناعي هوتبيرت، التردد 11.137 على الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27.500، معامل التصحيح 3-4 الجودة HD. إذن اسم القناة لقائمة القنوات الجزيرة الإنجليزية، وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الجزيرة الإنجليزية القطرية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.